شكرا أيها الرجل العظيم. أما أصحاب القرارات فليأخذوا ما يحلو لهم من قرارات. مش عايزين نخطأ خطأ حد وإحنا نتحول لكأننا أوصياء ونقول لو ما قبلتوش أنتوا خسرانين. لا، مش عايزين هذا المصطلح، هذه المصطلحات تماما. الراجل ذكر كل من اختلف معه، أهلي وغير أهلي وأفراد وأشخاص ونقاد وإعلاميين، من قبل فبها ونعمة ومن لم يقبل فبها ونعمة. هو لا ينتظر قبول ولن يسيء إليه الرفض. كلامي واضح ومفهوم. قدامنا كابتن حلمي شايف دي مواقع عربية كويس جدا، يعني المواقع العربية وكل المواقع المصرية. تجول يا أستاذ خالد احنا معاك. هو بس ردا على كلام المحترم الكابتن ضياء السيد ان الموضوع غطى على المباراة واصبح حديث الساعة على مستوى الوطن العربي. 10 رسائل جديدة من تركي آل الشيخ. تنازلت عن جميع القضايا ضد الاهلي ولن اقع في الخطأ مرتين. ده في الجول. يعني بقول لكم شفت اللي انا مركز فيه اللي ركزت فيه المواقع. ايوه. تركي آل الشيخ الاهلي دوت كوم. سأتنازل عن كل القضايا ضد الاهلي وبيبو اخي الكبير. يعني حاجة في قمة الاحترام. يلا كورة. اقول لي العنوان. انا مش معالي المستشار تركي آل الشيخ في مبادرة تاريخية. تنازلت عن كل القضايا والخطيب اخي وكنت اشاهده وانا عندي 3 سنين بكل افتخار واعتزاز. الاهل بيتي وتنازلت عن كل القضايا. وموقع بلدنا تركي آل الشيخ يعلق على هتافات جماهير الاهلي ضده ويوجه رسالة للكابتن محمود الخطيب. ياريت ان اؤكد ان ضده تسامح فيما هو ضده. ما بلاك العناوين السبايسي دي اللي دعوة التسامح انسوا فيها الانفرادات واتقوا فيها الله. اقول لكم بس حديث عن الرسول في الحته دي عشان ما حدش يقول لي ليه انت مهتم بده. الموقع الرسمي للنادي الاهلي استقبل المبادره. الموقع الرسمي للنادي الاهلي استقبل المبادره. تركي آل الشيخ لكوره بلدنا. ساتنازل عن كل القضايا بين الاهلي وبيبو ضد الاهلي وبيبو والخطيب اخي الكبير وصلح مع مسك وصلة. ده موقع الرسمي للنادي الاهلي. عايز اقول لكم على حاجة. تعال لي يا استاذ خالد. هنقول تاني هاتوا باقي المواقع وهنقول تاني في العربية نت وفي سكاي نيوز. كل المواقع متناولة الموضوع.